بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة السادسة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة أو محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 في المستوى السابع محاسبة. الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ تمام، ممتاز. إذن نكمل الأسئلة أيضا متعلقة في جزئية الزكاة، والتي كنا قد بدأنا فيها في المحاضرات السابقة. والسؤال الذي يحتاج إلى توضيحات، يعني أرجو أن تستوقفوني وأقوم بشرح هذا السؤال. تضمنت المشتريات شراء أثاث بمبلغ 40,000 ريال في 1/10/2014، وتستهلك الشركة الأثاث بمعدل 10%، وهي نفس النسبة النظامية. فهنا يتم ألف خصم 2,000 ريال، باء يضاف 2,000 ريال، جيم خصم 4,000 ريال، دال إضافة 4,000 ريال. طبعا بما أنه تم الشراء خلال السنة، فهنا تضمنت قيمة شراء أثاث، فالأثاث يعتبر أصل ثابت، ولكنه أضيف إلى المشتريات في هذا السؤال. وبالتالي إذا طرحنا قيمة الأثاث يخفض قيمة المشتريات، فبالتالي نضيف 40,000 إلى الربح المحاسبي، ثم يتم احتساب الاستهلاك كأصل ثابت، والاستهلاك قيمة الأثاث 40,000 في 10% 4,000، في 50% لأنه تم الشراء خلال السنة 2,000 ريال، إذن يتم خصم 2,000 ريال، وهي الخاصة بمصاريف الاستهلاك. أيضا السؤال الآخر، هناك 3,000 ريال ديون معدومة مسجلة ضمن المصروفات، قدم المكلف الأدلة الكافية لصحة إفلاس أحد المدينين بمبلغ 2,000 ريال فقط. إذن بالنسبة للديون المعدومة، إذا تم تقديم أدلة فإنه يتم إضافة الديون المعترف فيها. فهنا 3,000 ريال ديون معدومة ضمن المصروفات تم تسجيلها، ولكن الأدلة 2,000، إذن هناك 1,000 ليس فيها دليل، فعليه يتم إضافة هذه 1,000 إلى الربح أو إلى وعاء الزكاة. لأن الديون المعدومة التي يتم خصمها هي التي يتم إثبات بالدليل عدم تحصيلها، وكما ذكرنا إن كان أيضا سبب عدم التحصيل يعود إلى إهمال المنشأة فإنه لا يتم خصمها. أيضا هناك فاتورة مبيعات بمبلغ 30,000 ريال لم تسجل بالسجلات المحاسبية، إذا عندي فاتورة مبيعات أكيد هذه لم تسجل، إذا تم تخفيض الإيرادات، إذا يجب إضافتها إلى الإيرادات، فيتم إضافة 30,000 ريال قيمة الفاتورة المبيعات التي لم تسجل. أيضا سؤال آخر،
هناك بضاعة تكلفتها 15,000 ريال سجلت بالخطأ بسعر التكلفة ضمن مردودات المشتريات، علما بأنها بيعت نقدا ونسبة أرباحها 20%. إذن عندي بضاعة مباعة سجلت بالخطأ ضمن تكلفة المشتريات مردودات المشتريات. طبعا كما تعلمون أن المبيعات ومردودات المشتريات دائن حساباتها دائنة، وبالتالي يعني كلاهما يسجل بالطرف الدائن، ولكن الفرق هنا بأن التسجيل تم بالتكلفة. فإذا يعني كأني قصدت في هذا الإجابة أن مفعول المردودات المشتريات والمبيعات كلاهما نفس المفعول، يزيد الإيرادات، وبالتالي يتم احتساب التكلفة، والتكلفة تحتسب من خلال عندي 15,000 احسبها ضرب 20% تساوي 3,000. إذن يتم إضافة 3,000 لأن المسجل 15، إذن نزيد 3,000 إلى مردودات المشتريات أو إلى المبيعات، إذن يتم إضافة 3,000 إلى الأرباح. أيضا ضريبة الدخل المستحقة في المملكة تعتبر ضمن التكاليف التي يجوز حسمها، لا تعتبر ضمن التكاليف فلا يجوز حسمها لا شيء مما سبق. طبعا ضريبة الدخل المستحقة لا تعتبر ضمن التكاليف فلا يجوز حسمها. هناك فاتورة شراء سجلت مرتين بمبلغ 10,000 ريال وبخصم 10%. إذن كررنا فاتورة مشتريات مرتين قيمتها 10,000، 10,000 تم شراءها بخصم 10% يساوي 1,000. إذن قيمة الشراء 10,000 ناقصا 1,000 خصم 9,000، هذه كررناها مرتين، إذن يتم إضافة 9,000 ريال. يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب للأغراض الضريبية والزكوية مع ضريبة الدخل المستحقة في المملكة. نعم صحيح، فضريبة الدخل المستحقة لا يتم خصمها، لا تعتبر من التكاليف. هناك بعض بنود الإقرار نتيجة الفحص الزكوي في 31/12/2015 بلغ الربح من الإقرار 1.5 مليون ريال ضمن المصروفات الإدارية 4,500 قيمة مخالفات البلدية، قيمة المخالفات الغرامات والجزاءات لا تعترف، فقط غرامات التأخير اللي تم الاعتراف فيها. فإذا تضاف 4,500، يتم إضافة 4,500 إلى الربح. شملت المصروفات العمومية 8,000 ريال تمثل قيمة مواد غذائية وزعت على معتمرين في شهر رمضان المبارك. المصروفات العمومية 8,000 ريال تمثل قيمة مواد غذائية وزعت، لا يعترف فيها، تضاف إلى الربح. كما ذكرنا فقط التبرعات لجمعيات خيرية مسجلة في المملكة، التبرعات
من ضمن المصروفات البيعية 30,000 ريال تم تجنيبه كمخصص ديون مشكوك في تحصيلها. هذه 30,000 نضيفة لإصافة الربح لأن الهيئة لا تعترف المخصصات مخصص الديون مشكوك في تحصيلها إلا للبنوك فقط. فقط تعترف للبنوك. فإذا يتم إضافتها. نعم. أيضا. ضمن المصروفات مبلغ 29,000 ريال يمثل رسوم جمركية على الآلات والمعدات. رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي استوردتها الشركة واستخدمت في الإنتاج العام. فالمصروفات يتم إضافتها لصافي الربح ضمن المصروفات مبلغ 29,000 يمثل رسوم جمركية على الآلات والمعدات متعلقة بآلات ومعدات تستخدم الإنتاج في الأصول الثابتة. عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف أو للشركة فإن الاستثمارات الخارجية لا تخضع للزكاة إلا إذا كانت في غرض المضاربة. تخضع للزكاة بكل الأحوال. لا تخضع للزكاة إذا كانت بغرض القمية. الاستثمارات طويلة الأجل سواء كانت داخلية أو خارجية لا تخضع للزكاة. استثمارات طويلة الأجل هي بغرض القنية. أيضا المصروفات الإدارية تضمنت مبلغ 39,000 ريال تمثل احتياطي توسعات مستقبلية. احتياطي تضاف هذه الأيات الاعترافية تضاف لصافي الربح. أيضا تضمنت المصروفات العمومية 16,900 ريال من تكاليف حفلات الأعياد التي تمت خلال السنة. الحفلات أيضا لا يتم الاعتراف فيها تضاف. أعادت شركة التأمين مبلغ 3,900 ريال للشركة ذكرت أنه احتسب على الشركة بالزيادة عند دفع قسط التأمين المستحق عليها للعام 2015 ولم يتم تسجيله في الدفاتر. المبلغ المعاد يتم إضافته لصافي الربح. احتسبت تكلفة بضاعة آخر المدة بقيمة 85,000 ريال في حين أن التكلفة التاريخية 98,000 ريال والسوقية 110,000 ريال وضمن المصروفات 18,000 ريال ضريبة دخل أحد الشركاء دفعت لمصلحة الزكاة والدخل. فما هو التعديل؟ التعديل هنا الفرق ما بين التكلفة 85,000 و 98,000 وبالتالي تكلفة البضاعة عبارة عن البضاعة المشتراة زائد المصروفات ناقص بضاعة آخر المدة. وبالتالي بضاعة آخر المدة هنا احتسبت بالتكلفة احتسبت بقيمة 85 أقل من التكلفة التاريخية 98,000 وبالتالي الفرق ما بين يتم طرح هنا أكتب بيانات هذا السؤال يتم الطرح 85,000 وهي القيمة المسجلة فيها ناقص التكلفة الفعلية 98,000 إذا فارق 13,000 يتم إضافته. إذا كانت الشركة الموزعة للأرباح والأسهم لا تدفع الزكاة عن الأرباح وكان الاستثمار بغرض المضاربة فإن مالك الأسهم يجب عليه دفع الزكاة عن الأرباح فقط دفع الزكاة عن الأسهم فقط
دفع الزكاة على الأرباح والأسهم. إذا كانت الشركة لا تدفع فيجب عليه دفع الزكاة عن الأسهم وعن الأرباح. أما الشركات المساهمة فتدفع عن المساهمين. أيضا صافي رأس المال العامل هو عبارة عن ألف الأصول المتداولة ناقص حقوق الملكية، باء الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، جيم الأصول المتداولة زائد الخصوم المتداولة، دال الأصول المتداولة زائد حقوق الملكية. طبعا صافي رأس المال العامل هو الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. معادلة رأس المال النامي هي ألف رأس المال العامل آخر المدة زائد القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة أو سداد التزامات طويلة الأجل أو تخفيض رأس المال ناقص القروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل متطلبات رأس المال العام. نعم هذه صحيح، هذه هي معادلة رأس المال النامي. ويتم اللجوء طبعا في بعض الأحيان إلى رأس المال النامي كما ذكرنا إذا هناك ملاحظات وانتقادات موجهة لرأس المال العامل، لأن رأس المال العامل قد يصعب في بعض الأحيان أن يتم إدراج بند ضمن بنود الأصول المتداولة، فقد يكون هو في تمويل أصول ثابتة على سبيل المثال النقدية مثلا، قد يكون ضمن النقدية بنود للشراء أو قرض للشراء مثلا أصول ثابتة وضع في النقدية، وبالتالي يتم استخدام معادلة رأس المال النامي. إذا كانت الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في بداية الحول كانت على التوالي 800 ألف ريال 250 ألف ريال، بلغ رأس المال العامل في نهاية الحول 600 ألف ريال، في حين أن القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة خلال الحول بلغت 100 ألف ريال، وأن القروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل النشاط التجاري خلال الحول بلغت 200 ألف ريال. الوعاء الزكوي كما ذكرت من معادلة رأس المال النامي. نأخذ رأس المال ونضيف له آخر المدة زائد القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة ناقص القروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل متطلبات رأس المال العامل، فيكون وعاء الزكاة هو 600 ألف زائد 100 ألف ناقص 200 ألف ويساوي 500 ألف. أيضا شملت الإيرادات 49700 ريال أرباح أسهم مملوكة للشركة تم التخلص منها عن طريق بيعها في سوق الأسهم السعودية. طبعا الإيرادات أرباح أسهم مملوكة للأشخاص إذا تم بيعها في سوق الأسهم السعودية فهذا يعني أنها عليها دفعت عليها الزكاة وبالتالي تخصم من صافي الأرباح. يتم خصمها من صافي الأرباح إذا تم بيعها في سوق الأسهم السعودية. أيضا إذا كان صافي رأس المال العامل في بداية الحول 200 ألف ريال وبلغت القروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل النشاط التجاري 5000 ريال والقروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل النشاط الاستثماري 25000 ريال، فإذا علمت أن رأس المال النامي في نهاية الحول 140000 ريال فما هو مقدار التغير في صافي رأس المال العامل؟ طبعا رأس المال النامي كما ذكرنا يساوي هذا، الآن هو أعطانا رأس المال النامي ويطلب التغير في رأس المال العامل. إذن رأس المال النامي من خلال المعادلة اللي ذكرناها في السابق
يساوي رأس المال العام لآخر المدة زائدا القروض قصيرة الأجل ناقص القروض طويلة الأجل، وبالتالي هو يريد رأس المال في آخر السنة أو التغير في رأس المال العام. فطبعا رأس المال أعطانا إياه بداية السنة، وأيضا أعطانا القروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل النشاط التجاري والقروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل النشاط الاستثماري، ورأس المال النامي في بداية نكتب المعادلة ومنها نستخلص رأس المال النامي يساوي رأس المال العامل آخر المدة زائدا القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل الأصول ثابتة ناقص القروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل متطلبات رأس المال العام. أختصرها، أكتب هنا طويلة الأجل وهي المستخدمة. إذن هذا رأس المال النامي. الآن رأس المال النامي أعطانا إياه في البداية، أعطانا قيمة رأس المال النامي وذكر لي أن رأس المال 140,000. يساوي قروض رأس المال آخر المدة مجهول نعتبر سين زائدا القروض قصيرة الأجل ₺25,000 ناقصا القروض طويلة الأجل ₺5,000. إذن هذه المعادلة المجهول فيها سين، نستطيع استخراج قيمة سين رأس المال العام لآخر السنة تساوي 140,000 زائد 5,000 ناقص 25,000. إذن سين تساوي 140,000 زائد 5,000 ناقص 140,000 ناقص 25,000 تمام. إذن كم تساوي 120,000. هذا رأس المال العام آخر السنة. أعطانا بداية السنة، هو رأس المال العام من بداية العام. إذا كان بداية العام 200,000، إذن رأس المال بداية العام 200,000 وآخر السنة 120. إذا كم التغير؟ التغير اللي هو يساوي بداية العام ناقص نهاية العام. إذا 200,000 ناقص 120,000 كم يساوي التغير؟ 80,000 طبعا بالناقص، كان 200 أصبح 120 إذن بالناقص. واضح؟
ايضا قدمت احدى الشركات السعوديه شركه تضامن الاقرار الزكوي تضمن ربح قدره 150,000 ريال، وبفحص البنود اتضح للفاحص الزكوي ان الديون المعدومه المحصله 10,000، بالرغم ان المصلحه سبق واعتمدت منها 7,000 ريال، ورفضت الاعتراف بالباقي لعدم وجود مستندات كافيه. فالتعديل المطلوب يكون الف اضافه 3,000، باء خصم 3,000، جيم اضافه 7,000، دال خصم 7,000. إذن هنا قدمت احدى الشركات ربح قدره 150,000، الربح قدره 150,000، طبعا هذا يتضمن ديون المعدومة محصلة قيمتها 10,000، ديون معدومة محصلة 10,000. ديون معدومة محصلة. طبعا الزكاة الهيئة اعتمدت منها سابقا 7,000، من 10 تم اعتماد 7,000، أي أن 7,000 كانت قد خصمت من الزكاة. فالآن عندي 3,000 غير معتمدة سابقا، وبالتالي يتم خصم 3,000، خصم 3,000، وهو الفرق ما بين 10,000 و 7,000، 3,000 يتم خصم 3,000. ايضا تعتبر مكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق المالي معفاه من الزكاه، الا اذا حال عليه الحول على قيمتها تزكى. نعم العباره صحيحه. المصاريف الترفيهيه ومصاريف الحفلات واللقاءات الرياضيه لا تعترف بها الهيئة الزكاة والضريبة، تعترفها وتعتبرها من المصاريف غير جائزة الحسم. نعم صحيح. تعتبر الغرامات والجزاءات من المصاريف غير جائزة الحسم باستثناء غرامات التأخير فيجوز حسمها. نعم العبارة صحيحة. مبلغ 15,300 ريال تكاليف حفلة أقامها الشريك السعودي إلى شريكه المصري بمبلغ 15,300 بمناسبة زواجه. التعديل الواجب ألف إضافة 15,300 للربح، باء خصم 15,300 من الربح، جيم لا شيء مما سبق. يتم إضافة، لأن كما ذكرت قبل قليل مصاريف الحفلات غير جائزة الحسم. مبلغ 5,000 ريال ربح أسهم بيعت بالسوق. السعودي الأوراق المالية ملك للشركاء. طبعا الربح هذا يخصم لانه بيعت بالاسهم السعوديه بالاوراق الماليه. ضمن المصروفات 250,000 ريال غرامه سير لاحد الشركاء بسرعه تفوق السرعه المقرره. ايش رايكم بال 250 ريال هاي الغرامه؟ مخالفه سير، مخالفه. هاي خصمها المكلف، فما هو التعديل عليها؟
يعني ضمن مصروفاته قال عندي 250 غرامة سير، مخالفة سير، وخمس خصمها من صافي الربح. فاحنا كفاحصي زكاة ايش نعمل؟ ما هو العمل التعديلي الواجب؟ نضيفها، يضاف 250 ريال. ايضا هناك 500 ريال تبرع لجمعية خيرية خارج المملكة، 500 ريال تبرع خارج المملكة يخصم، لا يعترف فيها عفوا، تضاف. اللي خارج المملكة تضاف لأنها خارج المملكة، فقط التبرعات الداخلية لا يعترف فيها. ألف ومئتين تبرع للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض، جمعية داخلية معترف فيها، تخصم. من الربح لأنها جمعية داخلية. أيضا ورد ضمن المصروفات فائدة رأس المال لكل شريك 15,000 ريال، الشريك ألف والشريك باء. عندي 15,000 ريال لكل شريك فائدة رأس المال. ذكرت سابقا الحسابات الشخصية للشركاء فائدة رأس المال ليست من المصاريف جائزة الخصم، وبالتالي يتم إضافتها لكل شريك 15,000 زائدا 15,000 يساوي، نعم أحسنت يا شريف، 30,000 يتم إضافتها. أحسنت، 30,000 مصاريف الاستهلاك الشخصي تعتبر من المصاريف الجائزة الحسنة، صح أم خطأ؟ خطأ، أحسنت يا شريف. المصاريف الشخصية لا تعتبر من المصاريف غير جائزة الحسنة. أي مصاريف شخصية للشركاء لا تعتبر. تمام. بلغ رأس المال في 1/1/1433 15 مليون ريال، وبلغ الاكتتاب في زيادة رأس المال 5 مليون، والمحول من الاحتياطي 3 مليون، والمحول من الأرباح المبقاة 2 مليون، وبلغت إضافات خلال العام 20,000. ما يضاف أو ما هو المبلغ الواجب ضمه لعناصر الوعاء الذكري؟ ما هو المبلغ الواجب ضمه لعناصر الوعاء الذكري؟ ذكرنا رأس المال 15 مليون، اكتتاب 5 مليون، المحول من الاحتياطي 3 مليون، المحول من الأرباح 2 مليون، إضافات خلال العام 20,000. عشرين مليون ريال تقول شريفة. لاحظوا معي،
نعترف وجابتك صحيحة وممتازة يا شريف، ولكن نأخذ رأس المال. خلنا أحل هذا السؤال. رأس المال أول المدة. $15 مليون. زاد. الاكتتاب في زيادة رأس المال ما نأخذ. ليه؟ لأنه لم يحل عليه الحول. المحول من الاحتياطي نعم $3 مليون. أيضا المحول من الأرباح المدورة $2 مليون. إضافات خلال العام $20,000 ما نأخذها. كم الرصيد؟ $20 مليون. بالنسبة لرأس المال والزيادات خلال السنة، زيادات خلال السنة ما نأخذها لأنها لم يحل عليها الحول، وبالتالي فقط ما يحول من حسابات حقوق الملكية، احتياطات أرباح مدورة لأنها موجودة أصلا، تحويلات داخلية، وبالتالي يكون حال عليها الحول فقط التي يتم الاعتراف فيها. واضح؟ شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات، يمتلك الجانب السعودي 50% والشريك الأجنبي 50%، كانت بيانات مخصص الدول المشكوك فيها كالتالي: رصيد أول مدة $1.5 مليون، إضافات $320,000، المستخدم $310,000، الرصيد في نهاية العام $1.510 مليون، المطلوب تعديل الربح. طبعا هنا يتم اخذ الفروقات ما بين المضاف $320,000 والمستخدم اللي اضفناه خلال السنة واللي استخدمناه، ف $320,000 ناقص $310,000 يساوي 10,000، فهنا يتم اضافة 10,000. ايضا فوائد رأس المال تعتبر توزيعا للربح وليس عبءا عليه من الناحية الزكوية، فبالتالي تعتبر من المصروفات غير جائزة الحسم. ايش رايكم؟ لاحظوا قبل قليل السؤال اللي حليناه تم إضافة فوائد رأس المال، فوائد رأس المال وبالتالي تعتبر توزيعا وليس عبئا من الناحية الضريبية والزكوية، العبارة صحيحة. شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات، هذا السؤال مكرر حليناه قبل قليل. طلب أحد المكلفين بتأجيل الفترة الزكوية له بضم الفترة القصيرة إلى العام التالي، أي فترة طويلة، ووافقت هيئة الزكاة والدخل ووافقت المدة والتي تحاسب عليها 540 يوم، قدم إقرار 277,000 منها أرباح 100,000، المطلوب حساب الوعاء الزكوي. هنا الإقرار كان 277,000، فهنا عند احتساب المدة القصيرة والمدة الطويلة يتم استبعاد الأرباح، نخصم
منه الأرباح. إذا 277,000 ناقص 100,000 الأرباح يساوي 177,000. هذا الوعاء بدون أرباح، الوعاء بدون أرباح. فالآن نحسب الفترة الطويلة، نقول 177,000 ضرب الفترة الطويلة وهي 540 تقسيم السنة الهجرية 354 يوم، عدد أيام السنة الهجرية، نقسم الفترة الطويلة على السنة الهجرية، وبالتالي يتم الناتج، نحسب الناتج قلنا 177,000 ضرب 540 تقسيم 354 كم يساوي 270,000. إذا تساوي 270,000. هذا الوعاء الزكوي بدون أرباح، تمام. الوعاء الزكاة بعد خصم الأرباح على السنة الفترة الطويلة. الآن نضيف الأرباح 270,000 زائد 100,000 370,000 270,000 زائد 100,000 يساوي 370,000. إذا بغينا الزكاة نضربها في 2.5%، 370,000 ضرب 2.5% تسعة آلاف ومئتين وخمسين الزكاة، مقدار الزكاة واضح؟ واضح؟ تمام. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة. لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.